ماذا يحدث في أبو ظبي؟ يحدث في أبو ظبي. خلينا في البداية أستاذ عبد الناصر، يعني نبتدي من حيث حضرتك ما انتهيت بخصوص الالتماس الثاني. يعني أنا خليني أقول إن محامين نادي الزمالك مقدمينها التماسات بس يا أستاذ عبد الناصر، وربنا يستر بكرة ويكون في مظاهرة النهاردة عشان ما نلخبطش الناس. لا، هي مذكرة الدفاع كانت اتقدمت صباح أمس الأول. أنا أقصد المحاكمة الرسمية النهاردة الثلاث. خلاص بإذن الله، خلاص الساعة 9 صباحا هتكون محاكمة الثلاثي الزملكاوي عبد الواحد السيد مدير الكورة واللاعبين مصطفى شلبي ودونجا ونبيل دونجا. تمام تمام يا فندم. محامي نادي الزمالك أستاذ عبد الناصر قدموا التماس يوم الأحد الماضي، صباح الأحد الماضي، لجنة المحكمة بيطالبوا فيها بتقديم ميعاد الجلسة لتكون صباح الاثنين اللي هو كان صباح أمس امبارح. طبعا حضرتك عارف ان يوم الاحد عطله رسميه في الامارات، سبت وحد. طبعا ما فيش حد للاسف رد عليهم خالص في الطلب ده، ونشرت تاني المحكمه وطلعت البيان تاني المحكمه وكانها بترد عليهم، يا جماعه الجلسه في ميعادها يوم الثلاثاء 29/10، ولا نيه للتغيير ولا نيه للتقديم. فاحنا خلاص انتهينا من كده. ناكد على حاجه بقى مهمه جدا جدا يا استاذ عبد الناصر، ان يوم الاحد الماضي تمام حصلت حاجه كبيره قوي، رغم الاجازات في ابو ظبي. مظبوط يا فندم. حصلت حاجه مهمه جدا، ان تم تبليغ قسم الشعبيه تاني بترحيل المتهمين الى سجن الوزه، حيث يكون متسني ليهم الانتقال مباشره الى مقر المحكمه يوم الثلاثاء. معلومه مهمه جدا، الناس دلوقتي يا استاذ عبد الناصر موجوده في سجن الوزه. يوم الاحد عصرا تم السماح ليهم بمكالمة أسرهم ومكالمة ذويهم، مكالمات فيديو مدة المكالمة ربع ساعة، كل واحد فيهم كان ليه مكالمة تليفونية فيديو ربع ساعة لكي يطمئن ذويهم وأسرهم على المحتجزين والمتهمين في الإمارات. كابتن عبد الواحد السيد كان ليه مكالمة، كابتن مصطفى شلبي وكابتن نبيل دونجا الثلاث متهمين عملوا مكالمات تليفونية من داخل سجن الوزبة. طبعا هما موجودين في سجن الوزبة بملابس نادي الزمالك، هما ما لبسوش لحد دلوقتي ملابس سجن، لم يتم حلق شعرهم. الكلام ده طبعا سابق لأوانه، لحد ما هنشوف النهاردة إن شاء الله صباحا ما سيحدث بقى، والمحكمة هتقرر إيه والحكم هيكون إيه بالظبط لسه. إنما الأكيد يا أستاذ عبد الناصر إن الناس دلوقتي موجودة في سجن الوزبة، وهتتحرك صباحا من سجن الوزبة لمقر المحكمة للحضور حضوريا أمام هيئة القضاء ومعهم هيئة الدفاع المسؤول عنهم الاثنين محامين. يبقى عندنا كده الجديد، إن المحكمة نزلت على السايت الرسمي والموقع الرسمي بتاعها تأكيد على إن الجلسة اليوم الثلاثاء بعد قليل من الآن، وإن الجلسة لا تغيير فيها، وتأكيد على إنها بترفض الالتماس. مظبوط يا فندم، لان هي ليه ردت على طريق الويب سايت الرسمي بتاعها او الموقع الرسمي بتاعها؟ لان السبت والحد اجازه، مين هيرد عليهم؟ الناس اجازات، الناس قاعده في بيوتها، فمين اللي هيرد عليهم؟ هيرد عليهم الكترونيا عن طريق الويب سايت، عن طريق النت، عن طريق الانترنت. طبعا ما حدش كان بيرد عليهم في الالتماسات لان الناس اجازه، فطبعا ردوا عليهم لتاني مره، يا جماعه الجلسه في ميعادها. هو خلي بالكم بس الكلام ده انا عاجبني ليه؟ كان مجموعه من المعاتيه يقول لك ادعم الزملكاويه. يا ابني تدعم مين؟ ده قضاء يا ابني. ما تبطلوا الناس تضحك عليكم، تدعم ايه وبتاع ايه؟ يقول لك النجوم الزمالك تدعم الثلاثي. طب ما تدعم من هنا للصبح. خلي بالك القضاء لا يتأثر بالإعلام في أي دولة في العالم. خليني بس السيد سالم علي الشمسي اللي هو وكيل النيابة، اللي هو المرافعة تاريخية، هذا هو بننفرد بالصورة بتاعته. أول مرة نطلع الصورة بتاعت وكيل النيابة اللي حقق مع المتهمين الثلاثة عبد الواحد السيد ودونجا وشلبي. ده رئيس النيابة أو وكيل النيابة اللي هو السيد المحترم سالم علي الشمسي، وكمان عندنا الزي الرسمي بتاعه. تمام يا فندم، ومعانا برضو حضرتك برضو انفردنا هو في النيابة بيلبسوا زي الشرطة يا أيمن. يا فندم، ده اللقب بتاعه سيادة اللواء سعيد علي الشمسي. هو لواء كان موجود أصلا في شرطة الشارقة، قعد فيها حوالي 10 سنوات،
كان دائم التكريم دائم الإحسان. عايز أقول لحضرتك يعرف عنه بحسن السلوك وحسن المعرفة والأخلاق الرفيعة في العمل، بيقول لها يعني من خلال متابعتي وسردي للمعلومات ومعنا صورة هي أحد التكريمات كمان ليها، ودي أول صورة للسيد، أول حد في مصر يذكر صورة لمعالي اللواء رئيس النيابة الذي قام بالتحقيق ووجه التهم الرسمية التي أهيل بها عبد الواحد ودنقة وشلبي إلى المحاكمة. تمام يا فندم. هو برضه في البداية هو كمان من عائلة السيد سالم الشمسي مالك نادي بيراميدز. طبعا دي ملهاش دعوة بدي، بس هي معلومة يعني. تمام، هي برضه معلومة كده، معلومة فرعية يعني. على السريع. الحاجة الثانية برضه انفردنا بالصورة الرسمية الخاصة بمعالي المستشار خليفة المنصوري رئيس المحكمة يا فندم. اللي هو اللي لابس ميري؟ لا، اللي لابس الزي الإماراتي يا فندم. الزي الإماراتي من إيجال أهو. يا فندم، ده سعادة يعني المستشار بقول لكم خليفة احنا المنصوري. اول ناس ننفرد بصور المحققين، رئيس النيابه اللي هو حقق معاهم وهو اللواء الشمسي اهو، وده معالي القاضي اللي هيصدر الحكم السيد خليفه المنصوري، خليفه سعيد المنصوري اهو، ده رئيس المحكمه المستشار او السيد الجليل خليفة سعيد المنصوري، وهذا هو رئيس النيابة. يعني الحمد لله، بصوا أيمن متابع الموضوع خطوة خطوة وما بنجيبش المعلومة غير أول حد في مصر والعالم العربي يطلع صورة القاضي رئيس المحكمة السيد المنصوري القاضي الجليل، ورئيس النيابة السيد الشمسي رئيس النيابة الذي قام بالتحقيق مع اللاعبين. مظبوط يا فندم. خلينا نقول بقى استاذ عبد الناصر، يعني طبعا احنا لا نتدخل خالص في احكام القضاء، القضاء لا بس قبل ما نروح لدي كمان احنا تمام. عندنا صوره مهمه، اول صوره تطلع للكشف عن هويه الشرطي المعتدى عليه من شرطه مكافحه الشغب. مظبوط. الكشف عن هوية صاحب أزمة ثلاثي الزمالك وواقعة الاعتداء، عبد الله الكعبي هو أول من نشرها. أنا هو يا جماعة أهو. مظبوط يا فندم. لحظة نزوم عليه أهو، الشرطي اللي بالكاب الأزرق ده يا جماعة، الشرطي اللي بالكاب الأزرق واللي هو ما زال موقفه غامض ما بين موقفه غامض، وتأكد أنه الوحيد الذي لم يتنازل من الثلاثة. مظبوط يا فندم، هو الوحيد للأسف الشرطي الميري، الشرطي أو فرد الأمن الشرطي اللي لابس الكاب الأزرق، لأنه ده من شرطة مكافحة الشغب، وكاب وقع على الأرض وبيعتبر دي كارثة ومصيبة، وده الوحيد اللي رفض التنازل حتى الآن. حتى الآن أكد المعلومة دي يا محمد. يا أستاذ أيمن أكد المعلومة دي. ايوه يا فندم مظبوط، هو فعلا هو الاعتداء تم عن طريق ثلاثي امن، اولهم الاستاذ مدير امن الاستاد اللي هو سلطان، طبعا سيف ابو سلطان وتنازل. مظبوط. والاخ بتاع التنظيم اللي هو قيل انه صيني الجنسيه تنازل. مظبوط يا فندم، تبقى فقط فرد الامن الشرطي الميري اللي حضرتك بتعرض صورته، هو ده الوحيد اللي رافض الصلح حتى الآن، يعني برغم المحاولات المستميتة من إدارة نادي الزمالك والسيد حسين لبيب والمندوب الحسيني، إلا إنه رافض تماما فكرة الصلح، وهي دي مشكلة كبيرة جدا 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 بيتعرض. خلي بالك، بص في واحد في اللايف اكونت اسمه قلب الأسد بيقول لك يعني هم قتلوا قتيل، واحد تاني يقول لك يعني هو إيه اللي قول ما أنتوا بتقولوا كده الآن مش هتطلع. كل الكلام الفارغ ده بيوصل للناس. اسكت احسن، جبتوا الفقر للعيال. نفسي والله يا استاذ عبد الناصر الاعلام الزملكاوي والسوشيال ميديا الزملكاوية يا كل حاجه بيوصل يا ايمن، قول لهم حرام عليكم. والله يا فندم، العالم يا جماعه قريه صغيره، كل حاجه بتوصل من اعالي الصعيد لاعالي امريكا وكندا. يعني نفسي اعرف، نفسي 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 يعني سيادة الدكتور أشرف صبحي مع عودة اللعيبة إن شاء الله، يعني وربنا يكرم يعني النهارده صباحا. أنا مش متعاطف معاهم ولكن أتمنى لهم السلامة ويروحوا.
والله يا فندم اتمنى من السيد الدكتور معالي وزير الشباب والرياضه عقد جلسه طارئه مع مجلس اداره نادي الزمالك بالكامل لحثه على المسؤوليه الكامله تجاه الشعب المصري. ما يحدث داخل نادي الزمالك او استاذ عبد الناصر هو يعني يا باشا يا باشا، انت بتتكلم بتقول مجلس الزمالك يا باشا. البت اللي خدامه اللي كان محجوز لها سويت ب 6000 درهم النهارده عامله سكريبت بيتوزع على الناس كلها بتزود الطين مرار. يا باشا بص، بص اقرا صفحتها تلاقي السكريبت بعد ما تكتب هي تلاقي الصفحات بتاخد منها باتفاقات حتى درجه الغباء ما بيغيروش حرف. والغريبه انها بتهاجم عضو مجلس اداره لصالح عضو مجلس اداره وكل لعيبه لصالح عضو مجلس اداره. للاسف للاسف يا فندم للاسف، هي السوشيال ميديا الزملكاويه ومن يعني ومن يحتسب عن نادي الزمالك ومن مشجعي نادي الزمالك هم ما بيزودون الطينه بله. يعني المشكله كده بتزداد يا جماعه، المشكله ما بتتحلش. الكلام ده كله والله بيوصل للاماراتيين، شعب واداره وحكومه بيوصل ليهم الكلام ده كله، فبيزود الموضوع. اما يعني الموضوع ما بيهداش، الموضوع كده بيزيد يا جماعه. يعني المفروض طبعا سوء اداره نادي الزمالك من البدايه في الملف هو اللي زود الموضوع وخلانا نوصل للمرحله اللي احنا فيها دلوقتي. قناه نادي الزمالك استاذ عبد الناصر طلعت امبارح بالليل تتوسل للاماراتيين وتتوسل للشعب الاماراتي. طب كان فين الكلام ده من اول المشكله؟ كان فين الكلام ده وقت لما جوميز راح لعبد الواحد السيد وقال له روح اعتذر وتكبر وما رضاش يروح يعتذر؟ ليه ما اعتذرتش في ساعتها؟ ليه تكبرت ان انت عملت فعل مشين؟ يعني الاعتذار من شام الكبار، انت ليه ما عملتش كده؟ حطيت نفسك ليه في الموضوع ده؟ حطيت نفسك ليه قدام ابنك وقدام زوجتك في الوضع اللي انت فيه ده دلوقتي؟ وضع مغزي ووضع يحزن يا استاذ عبد الناصر والله. لو حضرتك قلت من 3 4 ايام حضرتك قلت انا دموعي كانت هتنزل مني. ففعلا نفس الموضوع ده يعني حضرتك بيعتبرونا احنا اعداء. طيب قبل عشان الوقت، قبل قليل من المحاكمه وصدور الحكم الذي ينتظره الملايين، السيناريوهات القانونيه طبقا للمواد من غير ما نقول راي شخصي. لا احنا مش هنقول راي شخصي يا استاذ عبد الناصر، احنا بنتكلم قانون. احنا دلوقتي عندنا واحد ما اتنزلش ولغايه الجلسه لو ثبت انه ما اتنزلش رايح في داهيه. تمام، يبقى هيتطبق يا فندم او المفروض ان هيئه المحكمه هتستند لنص قانون واضح في الامارات، هو الفصل الثالث رقم القانون 297، هو التعدي على الموظفين اثناء تاديه عملهم. هي يعاقب الفصل الثالث اللي هو الماده 297. مظبوط يا فندم، يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 اشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية عمله. وإذا كان التهديد جماعي لأكثر من موظف يعاقب عقوبة لا تقل عن سنة. ودي النص القانوني اللي بيستند إليه طبعا الشرطي اللي هو لم يتنازل عن شكواه حتى الآن، ودي اللي عاملة قلق شوية للناس وعامله قلق للمحتجزين والمتهمين هناك، لان ده نص قانوني واضح يا استاذ عبد الناصر. المحكمه اكيد هتستند عليه بكره. الموضوع فيه مشكله شويه، يعني لو كان الشرطي ده او فرد الامن ده تنازل كانت ممكن يحصل طمأنينه شويه، انما عدم تنازل الشرطي دي خلى المحكمه هتستند تماما للماده القانونيه اللي انا حتى باعتها لحضرتك والنص فيها واضح جدا. انا عرضتها. اذا كان التعدي على موظف واحد فرد واحد بس بالإذاء بالقوه او بالعنف او بالشتم او بالضرب مده لا تقل عن 6 اشهر، او اذا كان التعدي كان جماعي وهذا ما حدث، ان لعيبه الزمالك ضربت 3 من الموظفين مش موظف واحد، مدير امن الاستاد وضربت 2 افراد امن منهم فرد شرطي. فكره الفرد الشرطي يا استاذ عبد الناصر ان الكاب بتاعه يقع دي اهانه في حد ذاتها. ما هو ده اللي معقد الموضوع. ان حضرتك توقع له الكاب بتاعه اثناء تاديه عمله دي اهانه ليه. فطبعا الاهانه ليه الدوله وهي دوله الامارات لا تقبلها لموظف عندها او شرطي عندها. هي العقده في الموضوع ده كله. هي العقده، وللاسف طبعا مع خلاص احنا قدامنا تقريبا 4 او 5 ساعات على ميعاد القضيه،
فطبعا يعني ربنا يستر، لحد دلوقتي ما فيش لا جديد في فكره الصلح مع الشرطي ده، مع ان طبعا عارف ان اكيد نادي الزمالك او افراد نادي الزمالك في الامارات اكيد بتحاول، ما فيش نوم اكيد لحد الصباح بتحاول تتواصل معاه، ولكن الراجل رافض رفض تام يا استاذ عبد الناصر. الراجل حزين جدا يعني، الراجل فكره ان الكاب بتاعه وقع واتضرب واتشتم واتهان من افراد نادي خلي بالكم، الزمالك. بس احنا بنأكد ان احنا بنقول معلومات مش رأي، ورغم ان انا مش متعاطف ولكن لست ضد، واتمنى لهم السلامة. مظبوط يا فندم، احنا لا يعني احنا لا نعطي اراء ولا نعطي قرارات لهيئه المحكمه، هي ليها كل الاحترام وكل التقدير وكل الحريه. احنا بنتكلم في نص قانوني واضح في القانون الاماراتي، القانون الجنائي. احنا ما لا ليس لنا علاقه تماما بالاحكام اللي هتصدر ايا كانت، ليهم طبعا كل الاحترام وكل التقدير. احنا بنتكلم في نص قانوني واضح، نص القانون الواضح، وهو ده كمان كان نفس النص القانوني اللي ذكره استاذ ابراهيم خوري في المداخلات التلفزيونيه، اللي هو كان بيتكلم في نفس الفكره ان الشرطي عدم تنازله حتى الان بيعطي مشكله شويه للمحتجزين والمتهمين هناك في الامارات، ان النص القانوني ده لا يتغير، يعني نص قانوني واضح ملوش اي استثناءات. يعني ننتظر ان شاء الله يا ايمن، واكيد يا رب انت هتصحى بدري وتتابع معانا من اكيد العاشرة يا فندم، صباحا، اكيد انا وباذن فاتح الله السيستم والله. ربنا يفك الضيقة ويبعت يا رب الفرج. يا رب يا رب يا رب، يعني احنا ثقتنا كاملة في القضاء الاماراتي وحسن التعامل مع ان شاء المتهمين. الله خليني بس اكد على حضرتك ان المتهمين او المحتجزين يتعاملون معاملة مثالية هناك، لا إيذاء لا سب لا أي حاجة، بيتعاملوا معاملة كويسة جدا جدا جدا، يا عم لحين طبعا اللي انتم اتفضل. يا عم، في ناس بتتمنى تعيش في السجن في الإمارات. ربنا ما يتكلم على حد يا أستاذ عبد الناصر والله، لا يعني يعني احنا أنا كمان بكلمك على إن المعاملة تين ستار، يعني ناس محترمة هي على المستوى الإنساني، والسجن هناك يعني مش بالمفهوم اللي هو مظبوط مظبوط مظبوط. وسجن الوزبة معروف يعني، هما حتى كانوا بينزلوا معلومات عنه، يعني سجن فايف ستارز هناك في الإمارات، 5 نجوم، يعني التعامل فيه تعامل حسن جدا. حتى نوعية المتهمين اللي هناك أستاذ عبد الناصر مش المتهمين اللي هي بالقتل والسرقة والحاجات دي، لا، متهمين اللي هي قضايا الشيكات، قضايا السب، قضايا اللي هي المخالفات القانونية داخل الإمارات، زي مشكلة عبد الواحد السيد ودونجا كده ومصطفى شلبي. فالناس اللي هناك مش اللي هم محترف الإجرام يعني داخل السجن. أشكرك شكرا جزيلا، وربنا إن شاء الله يجيب الخير. يا رب يا رب أسلام.